البلد دي رايحه فين؟ السؤال ده عندك انت، والاجابه عند مين؟ هي برضو عندك انت. خطوات المشاركه لازم نعرفها، اولها ان الانتخاب ببطاقه الرقم القومي. مواعيد اللجان من 8 صباحا ل 7 مساء. استخدم المكان المخصص للتصويت، لان سريه الانتخاب من حقك وصوتك ملكك انت. وفي اللجنه هتستلم بطاقتين للانتخاب بلونين، واحده للفردي والتانيه للقايمه، اتاكد انهم مختومين. في بطاقه الفردي لازم نعلم على 2 مرشحين، وفي بطاقه القوايم على قايمه واحده بس، وبعدين تمضي او تبصم جنب اسمك في كشف الناخبين. وما تنساش اخر خطوه، الحبر الفوسفوري. ولو انت محتاج مساعده هتلاقي اللي يساعدك في اللجنه. المهم اننا نشارك. الانتخابات البرلمانية تحت إشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات. مارس حقك، شارك بصوتك، مصر بإيدك.